عليكم ورحمة الله وبركاته. هعملكم بقى أكلة حرشة كده، هي مش أكلة، هي حاجة كده جنب الأكل كده، بتبقى حرشة كده كده وطعمها جميل زي أنواع المخللات. البتنجان المحشي، البتنجان بقى في ناس بتحبه مقلي وفي ناس بتحبه مسلوق، يعني أنا جربنا الاتنين بس أنا حبيت طعمه مسلوق أكتر. البتنجان ده بتجيه بتنضفيه، بتشيل الحتة اللي فوق بتاعته كده وبتديله 3/4 سوا، يعني مش سوا كامل عشان خاطر لما تحطشله الحشوة ويقعد شوية فيها ما يتهراش قوي. تمام، احنا سلقناه اهو يعني زي 5 دقايق كده على النار، يعني تلاقيه كده بصوا يعني استوى شويه. تمام، بعد كده بتصفي ميته وبتفتحيه وبتحطي بقى الحشوه دي. الحشوه دي عباره عن ايه؟ الحشوه دي عباره عن فلفل، او لو عندك حته شطه بتبقى حلوه قوي، الفلفل الاحمر ده، بس انا ما عنديش ده. فلفل، فلفل اخضر، ثوم، خل، ليمون، كمون، شويه ملح، زيت، وبتقلبيهم مع بعض وبتحشيه جوه البتنجان مع حبه زيت كمان. هنفتح البتنجانه كده بالطول ونحشيها وهوريها لكم واحنا بنحشيها. اهو البتنجان خلاص معاكم المحشي. المحشي احنا زودنا بس هريسه الشطه اهيت، كان عندي كده هريسه الشطه حطيناها مع الخلطه اللي انا كنت مصورها لكم، اديتها لون احمر كده وطعم كمان بقى حلو كده، مسكر مع حامي كده، فجميل. عايزه اقول لكم الاكل ده يعني البتنجان ده اكلته ملوكي بقى، اكلته كده جميله كده بقى وسط الاكل كده، جنب طبق بصاره بقى، جنب طبق عدس، جنب صينيه بطاطس، انا بحطه كده في ساندوتش مع حته جبنه كده وتاكليه كده مع شويه فول وفلافل. احلى اكل ده، الاكل اللي الواحد ياكل منه ويقول ايه، اكل كده، اكل المصريين كده، ويعني الاكل كده اللي كل اللي بره مصر كده بيجوا ياكلوا الاكل الجميل ده، والمخلل كده مع الفول والفلافل الصبح كده، احلى اكل كده، حاجات الحرشه الحلوه اللي احنا بنحبها دي. طريقته بسيطه زي ما قلت لكم، احنا سلقناه، بعد ما سلقناه كده 3/4 سلقه بتفتحيه وتكوني محضره الحشوه اللي هو فلفل، فلفل اخضر وتوم كتير وفلفل كتير، هرسه الشطه اللي هو الفلفل الاحمر ده تكوني ضرباه في الخلاط يعني في الكبه اقصد، وبشويه زيت وملح وكمون وليمون وشويه خل، وتقلبي الخلطه دي مع بعضها وتحشيه كده في قلبه كده من جوه كده، وتسيبيه بقى تحطيه في التلاجه كده تخزنيه تسيبيه، اهم حاجه بس الخل كتير والزيت، وتكوني عصرة ليمون لان الليمون ده هو اللي بيحافظ على البتنجان ما يسودش منك. وكلي بقى احلى اكل تعمليه كده في البيت كده جميل، عارفه انت عاملاه بايديكي شكله ايه، يبقى احسن ما تشتريه من بره، وما فيهوش اي حاجه، بسيط وجميل ويفضل في التلاجة. ده هناكل منه دلوقتي، وده انا شايلاه اهوت، لما احتاجه هاخده، هكون مغطياه وشايله في التلاجة، لما احتاجه ابقى اخد منه اكل. والف هنا وشفا، وجربيها صدقيني طعمه حلو قوي جنب الاكل، بيخليك كده نفسك تتفتح على الاكل. بألف هنا وشفا.